وصلنا معكم لفقرتنا الطبية، وبنذكركم ببداية هاي الفقرة بإمكانية التواصل مع الدكتور عبر الأرقام اللي حتظهر بأسفل الشاشة لطرح كل تساؤلاتكم عن موضوع اليوم. على الرغم من عدم معرفة أسبابها للوقت الحالي، إلا أنها بتنتشر عدوى جرثومة المعدة بالأطعمة، بالمياه، بالأواني الملوثة والأطعمة المكشوفة، وأحيانا بالحمامات المشتركة. فعلا نور، وهذا الشيء بخليها تدخل لجسم الإنسان وتعيش بالجهاز الهضمي وتتسبب ببعض المضاعفات. طبعا لنعرف اكثر عنها وشو الفرق بينها وبين التهاب الامعاء عند الاطفال، صار معنا بالاستوديو الدكتور فراس النميري الاختصاصي بامراض الرضع وحديثي الولاده. يسعد صباحك يا دكتور. اهلا وسهلا فيك معنا. خلينا بالبدايه نحكي شو بنقصد بجرثومه المعده قبل ما نفرق بينه وبين التهاب الامعاء. جرثومه المعده من اسمها جرثومه، يعني بكتيريا. بكتيريا هي شكلها حلزوني، مثل ما ذكرت انه بتعيش ببطانه الامعاء، بسبب شكلها الحلزوني بيساعد انه تخترق بطاقه بطانه الامعاء وتعيش تحديدا بالجهاز الهضمي. تمام. فقد تكون هي طبعا هي مختصه بالمعده، وقد تلاقيها ببدايه الامعاء الدقيقه. أوكي. ولكن هي هلا حاليا ثلثين العالم منصابين فيها، يعني اذا بتجيبي 60 مليون شخص بتلاقي 40 مليون منه عنده اصابه بجرثومه الامعاء. مشكلتها انه طبعا بتصيب الاطفال، بتصير البالغين. كانوا سابقا يعزوا انه ما كان يعرفوا انه في شيء هيك اسمه الهيليكوباكتري، اسمه العلمي بايلوري، ما كانوا يعرفوا انه في شيء اسمه جرثومة الأمعاء، كانوا يفكروا انه حاله نفسيه عند الاطفال او عند الكبار لسبب ما عم يقول لك بطني عم يوجعني او عم يحط ايده بفترات متقطعه، لانه هلا ممكن تعمل اعراض هي صح وممكن ما تعمل اعراض لسنه سنتين ثلاثه. يعني بتعيش ضمن هالمعده وإلى اكثر من ميزه انه بسبب مثل ما قلت لك شكلها الحلزوني ممكن تعيش سنه سنتين ثلاثه اربعه، وبعدين بتبلش الاذى اللي ممكن هلا بعد شوي نحكي. تمام. لما تبلش الاذى نحن كيف بدنا نعرف اذا هي جرثومه معده ولا نحن هون عم نعاني من التهاب؟ هلا انا لما حطيت العنوان على الفيس امبارح انه بدنا نحكي عن جرثومه الامعاء، الكل فكر انه بدنا نحكي عن اسهالات الروتا عند الاطفال، ففكروها هي فيروس الروتا مع انه هي مكتوب جرثومه المعده. هلا التهاب الامعاء وجرثومه المعده بيتشابهوا كثير، لانه جرثومه المعده ممكن تعمل التهاب امعاء، التهاب معده وامعاء اذا بدنا نحكي صح. هن بيتشابهوا بالاعراض وبالاسباب، اسباب انه جرثومه المعده بتعمل التهاب امعاء، بس احيانا التهاب الامعاء عند الاطفال بيكون سببه مثلا فيروسي مثل فيروس الروتا او فيروس غدي مثلا او مثلا اميبيا، طفيليات هي اللي تعمل التهاب امعاء، ما شرط تكون جرثومه امعاء. فبرجع بقول لك بيتشابهوا بس باحد الاسباب اللي انه جرثومه المعده الهيليكوباكتيري قد تعمل التهاب امعاء. ما التهاب الامعاء اعراضه مثلا شائعه عند الاطفال اسهال، اقياء، حراره، اما جرثومه المعده ممكن تقعد ما تعمل اي اعراض ابدا، ممكن تحارب بعد فتره تعمل تقرحات بالمعده. هلا بنحكي شو اسبابها وشو اعراضها. تمام، خلينا ننتقل لاسبابها دكتور لحتى نعرف اكثر شو الشغلات اللي لازم ننتبه لها لحتى نعرف انه فعلا هي جرثومه. تمام، هلا هي اسبابها بصراحه غير يعني غير واضحه 100%، ولكن الاستقصاءات بتقول انه الاكل اللي عم ناكله نحن اذا ما كان مطبوخ بشكل جيد او اذا ما كان صحي ونظيف 100% فممكن هالجرثومه تعيش فيه. اذا ما غسلنا ايدينا 100% لما كنا بالحمام او اذا ما عقمنا الايدين بشكل كامل 100% ممكن نصاب فيه. فاكثر الناس اللي عم ينصابوا فيها هن اللي عم يروحوا على المطاعم وياكلوا الاكل غير الصحي بصراحه، او مثلا المي اذا كانت ما أنا معقمه، عشان هيك نحن بنقول لهم كل فتره غيروا الفلتر اللي داخل المي. أوكي. غيروا الفلتر. طبعا في اسباب ثانيه بتحرض عليها، مثلا اذا انت قاعده بجو فيه دخان كثير، هذا الدخان كمان بيحرض الالام اللي بتساويها هي الهيليكوباكتر. اثنين، عند الاطفال اذا الاظافر طويله بدنا نقصها، لانه بتعرفي في عادي عند الاطفال بحطوا الاظافير بتمون، فهي بتعيش بالاسطح اللي ما لها معقمه ابدا. صح. طبعا هي احد الاسباب اللي غير يعني انه بشكل عام اللي نحن حاصرينها انه هي عم تعمل جرثومه المعده. تمام. بتفوت طبعا تقبيل الاطفال من الفم، ممكن التغسيل غير يعني مثلا في اطفال بتفوت على الحمام مثلا ما بتغسل ايديها، الاكل غير الصحي، يعني التعقيم ثم التعقيم ثم التعقيم. تمام. اذا حافظنا على تعقيم صح واكل صحي صح فينا نتفادى. اوكي، نحن حناخذ معنا اول اتصال ضمن هاي الفقره مع جودي من حمص. جودي يسعد صباحك. صباح الخير جودي، عم تسمعي؟ صباحك مرحبا. اهلا وسهلا جودي، تفضلي الدكتور. صباح النور، مرحبا.
اهلا وسهلا تفضلي. امبارح ابني اكل كثير كرد وفواكه وصار معه اسهال وصار يراجع. اوكي. ايه وانه في حراره. في حراره. في حراره عنده؟ ايه. هي بلشت بعد الاكل مباشره ولا كان في حراره قبل؟ لا بعد الاكل مباشره. هلا طالما صار في حراره هلا قد يكون التهاب بلعومي هو اللي عمل هالمشكله، وزادت هي الماده اذا ما يعني اذا الاكل كان غير معقم ممكن يعمل التهاب امعاء. قديش بدنا نسال اذا صار معه اسهال ولا لا، ولا بس حراره ولا الم معده؟ عم تقول انه معه اسهال. ايه معه اسهال، قد يكون يعني التهاب بلعومي معوي صار معه بسبب لانه صار في حراره. طبعا بده فحص لحتى نقرر انه هذا في التهاب بالعوم معه مرافق او في اسهالات، هي اسهالات هي اللي صابته فيروسيه. بس الفواكه ما لها علاقه. لا قد تكون اذا ما كانت مغسوله صح وما كانت معقمه وما كانت نظيفه ممكن تعمل اسهال. اوكي. وعند الاطفال قديش ممكن يستمر عندهم بحال هو يعني مثلا هلا ملتهبه امعائه او شيء وصار عنده هي الاعراض الحراره والى اخره، قد ايه ممكن يعني تستمر؟ هلا الاعراض الاسهال عند الاطفال لما تكون فيروسيه من يومين لثلاث، لا أوكي. يعني لاربع ايام، بس لما يكون التهاب بكتيري بجوز يقعد الاسهال ست ايام سبع ايام، بس اذا كان الاصابه باسهال فيروس الروتا ممكن يقعد اسبوع و10 ايام. اسهال الروتا اسهال يعني احيانا بدخل الاطفال فيه على المشفى لوقف اسهال الروتا عند الاطفال. اوكي تمام. يعني دكتور خلينا نرجع لجرثومه المعده ونحكي اكثر على الموضوع. خبرتنا بانه قد تكون بالبدايه ما في اي اعراض طبعا. بعدين تظهر هي الاعراض. شو هي الاعراض؟ شو رح نشوف؟ شو هلا امتى الام بتراجعنا نحن؟ يعني هيك السؤال اوضح. هلا بتقول لك ابني دائما عنده الم بالبطن. امتى بصير؟ بعد ما ياكل بساعتين ثلاثه. أوكي. يعني على معده بتكون شوي فاضيه، او احيانا بيقوم بنص الليل حاطط ايده على بطنه وعم يبكي، او بتلاقي ابني ما عم ياكل، عنده يعني مع يعني في عنده فقدان شهيه، او دائما بطنه غازات ودائما بطنه منفوخه، ودائما عنده اقياءات بعد الاكل، او بتلاقي عنده عسر هضم، او بتلاقي ابني عنده فقر دم شاحب. لانه نحن جرثومه المعده هي شو بتعمل؟ عندها قدره على افراز حمض او بتحرض المعده على افراز الحمض. هلا المعده بتعطي يعني عندها حمض اسمه البيبسين بتفرزه المعده مشان نحن نهضم الاكل فيه، ولكن لما يكون في التهاب عملته هي الهيليكوباكتري الجرثومه هذا الحمض بروح على الالتهابات فبيعمل مثل الحرقه بالمعده. أوكي. الم بالمعده، تقرحات بالمعده، فبتلاقي صار في دم بالخروج عند الاطفال، او بتلاقي الام بتقلك عم يخرج لون اسود غامق. فهون نحن بتقلك الام انا عم بعطيه مثلا فيتامينات الحديد ما عم يتحسن ابني، صار عنده فقر دم بعوز الحديد مجهول السبب، عم بعطي حديد وما عم يتعوض الحديد. او صار عنده الام بطنيه معنده، هي اكثر الاعراض اللي عم تساويها. طبعا بدها فتره معينه لحتى نشوف هي الاعراض. يعني الام اول فتره بتقلك عنده الم بطني ابني كذاب مشان ما يروح على المدرسه او شيء، بعد فتره بتلاقي صار في دم بالخروج، او بتلاقي بلش وزنه ينقص بشكل ملحوظ انه الوزن ما عم يزيد بالعكس عم ينقص. هاي الاعراض اللي الامهات بتراجعنا هون بنشك بجرثومه المعده الهيليكوباكتر بايلوري. تماما. رح ناخذ اتصال ثاني معنا. صبا يسعد صباحك يا صبا. صباح الخير. صباح النور. تفضلي دكتوره عم يسمعك. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمكم يا رب. عفوا يعني اسم الطفل صبا. صبا صبا. اوكي. عشان هيك يعني انه صار له شيء اكثر من شهر هلا عند التهاب امعاء، واخذناه والله على ثلاث دكاتره وما عم تستفيد بنوب. التهاب امعاء شهر كامل وعم تستفيد عند كذا طبيب. بلعت حبه عندنا طفل صغير بلعها حبه يعني مصتها هي بتمها، قلنا يمكن من اثر هيك. قد ايه عمرها؟ ما انا عارفين شو القصه. حبه شو؟ عمرها ست شهور. شو هي الحبه؟ ست شهور. حبه والله الي انا يعني عمري 50 سنه. أنا. يعني بنتك عندها اسهال واقياء مستمر؟ لا اقياء بس يعني اول ما بلش الاسهال صار معها شويه اقياء، اما هلا لا. والاسهال لهلا مستمر وقد ايه صار له؟ كم يوم؟ شهر عم بقول. شي شهر والله. عدد المرات، كم مره الاسهال؟ يعني شي ست مرات او سبعه لاخر النهار.
هلا هي الطفله بدها فحص يعني، وممكن نعمل تحليل هذا الاسطول للبراز لنعرف شو في، اذا في فطور او جراثيم او بكتيريا. ممكن فحص الفم بشكل جيد، اذا في فطريات بالفم السهال ما حيوقف. بس شهر طفله يعني بهذا العمر تضل عندها؟ هلا اقول لك شغله، في شيء اسمه اسهال وفي شيء اسمه خروج طري. فنحن الاسهال دائما العالم بتخربط فيه، الام اذا شافت السائل عم يخرج بشكل سائل البراز بتفكروا اسهال. احيانا ما بيكون اسهال اذا وزن الطفل عم يزيد، هذا نحن ما بنعتبره اسهال، 3-4 مرات خروج بسبب ما، مثلا انه فجاه هيك صار هذا الخروج، يعني مخاطيه المعده صارت تخرج بشكل اسهال، بس هو مو اسهال، هو خروج عادي. وزن ابن عم يزيد بيكون. اما الاسهال هو تعريفه بيكون اكثر من 6-7 مرات بشكل مائي، مترافق باعراض ثانيه، وزنه عم ينزل. هون بيكون في خطوره يعني؟ طبعا بيكون الوزن عم ينزل والاسهال شديد وما عم يوقف، هذا اسهال. اما 3-4 مرات خروج سائل طري، هذا نحن ما بنعتبره اسهال، بس لكن نحلل، لازم نحلل التحليل لنعرف اذا في فطور، اذا في بكتيريا، اذا في فطريات بالفم، كل هاي فينا نخفف منها ونعطي خمائر للمعده، الخمائر الهاضمه اللي عم نحكي عنها، مشان نعوض البكتيريا النافعه اللي راحت بسبب الاسهال. بسبب الاسهال البكتيريا النافعه بتكون انقتلت 100%، فنحن بهالحاله بنعوض بالبكتيريا النافعه اللي عندنا، ظروف الخمائر هي الاسم العلمي لها البروتكسين، بنعوجها وبنفعلها من اول جديد، فبتلاقي الاسهال اللي عندها اللي هي مفكرته اسهال خف، فصار يخرج مره واحده باليوم او مرتين بس كمان بشكل صحيح. هلا نعرف السبب يعني؟ طبعا فينا نحدده بيبين. طبعا اوكي دكتور، حناخذ معنا كمان اتصال معنا ماجده. يسعد صباحك ماجده. صباح الخير. صباح الخيرات، تفضلي الدكتور عم يسمع سؤالك. تفضلي. مرحبا دكتور. بدنا نعلي صوتنا شوي دكتور. ماجده دكتور، بس بدي اسالك مشان ابني هلا بيكون قاعد فجاه بصير مغص ببطنه وبيستفرغ، بس ما في اي اعراض، لا حراره لا اي شيء. قد ايه العمر؟ عمره 10 سنين. 10 سنوات الم بطني مفاجئ يعني؟ بعد الاكل ولا قبل الاكل؟ لا مرات بس يحس بالجوع بصير بمغص بطنه وبصير في استفراغ، او يعني بعد الاكل ما صارت ولا مره. نفس الحالة كمان هاي البنت بدها فحص منيح، وبدها كمان نحلل البراز، وبدنا نفحص المعدة وبدنا نشوف شو الأكلات اللي عم تاكلها، يعني في أكلات ممكن تعمل هالمشكلة. طيب بس عم تقول قبل الأكل يعني؟ أي قبل الأكل بس ما أكلت. أكلت، فبدنا نعرف شو نوعية الأكل وشو نوعية الطعام اللي عم تاكله. ممكن نفس الشيء كمان نعمل لها تحليل لجرثومة المعدة، لأنه عم تقول بعد الأكل بساعتين ثلاثة، وبدنا نشوف إذا وزنها عم يزيد ولا عم ينقص. طبعا. في إسهال، في إقياء، وين المغص عم يترتب، وقد تكون هاي الأعراض أعراض التهاب مجاري بولية عند الأطفال. صحيح. لأنه التهاب المجاري البولية بيعطي هاي الأعراض نفسها اللي عم تحكيها الأم. فبدنا نحلل البول وبدنا نحلل فحص البراز حتى طبعا. نعرف. طيب دكتور، كونه نحن عم نحكي عن التحاليل والفحوصات لازم نقوم فيها، في حال التشخيص وعرفنا انه جرثومه المعده، شو الاشياء لازم تعملها السيده فورا من حميه غذائيه، من استقصاءات ثانيه لازم تعملها لحتى نحافظ على معده الطفل نوعا ما وامعائه مشان الخروج المتكرر؟ مثل ما قلت لك، اذا تاكدنا انه الام راجعتني بهي الاعراض اللي عم تحكي منها، انه ابنها ما عاد اكل بشكل منيح او وزنه نزل او في حرقه بالمعده بعد الاكل بساعتين، او صار عنده مشكله، وقربنا انه هي جرثومه المعده، يعني الاعراض اللي عم تحكي قريبه على جرثومه المعده، انه بتقلي بعد اسبوعين صار عنده نفس الالم، خف اسبوع ورد رجع، فبنشك فيها. فالاستقصاءات هي التالي، اول بدنا نعمل تحليل للهيليكوباكتري جرثومه المعده، فينا نعمل تيست على الاسطول، يعني انه ناخذها يا اما من الدم يا اما من البراز، فينا نحللها. أوكي. تمام، بس في شروط للتحليل بصراحه، انه ما يكون اخذ صادات حيويه من فتره لانه حيطلع سلبي. اوكي تمام، اذا كان عم ياخذ صادات او تكون الام مطهرات. طيب المطهرات المعويه كلها بدنا نوقفها قبل باسبوع. أوكي. اثنين، في امهات، في احد الناصحين بيكون قال لها خدي حبه مثلا امبرازول، رانيتيدين شراب، يعني مضادات الحموضه، كمان مضادات الحموضه بتعطي تحليل سلبي بهالحاله، فبدنا نكون موقفينهم كلهم بعدين بنحلل، ومشان نعطي انه هيليكوباكتر ايجابي 100% نتاكد منها، بدنا نعمل التحليلين بالدم وبدنا نعمله كمان بالبراز لنتاكد. وللحالات الشديده ممكن نعمل منظار تنظير. اطباء الهضميه بياخذوا خزعه من المعده
بالتنظير ليتأكدوا منا إذا كانت الأعراض صاخبة وشديدة وما بينت معنا بالتحليل. تمام. مدة العلاج بتكون هي 14 يوم. طبعاً هي الجرثومة شوي بتكون معندة، فصاد واحد أنتيبيوتك واحد ما بيقتله، بدنا نشارك أكثر من صاد. يعني ممكن نشارك الأموكسيسيلين مع الكلاسيد اللي هو الكلاروسوماسين مع أي مع 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 أي مطهر معوي مثلاً مثل مترونيدازول، وبدنا نعطي شيء يوقف إفراز الحمض اللي هي عم تحرضه. لأنه طالما في حمض عم ينفرز من المعدة بشكل مثلاً شو بدي لك مجهول السبب، هذا الحمض بده يحرق المعدة بسبب الالتهاب اللي عملته. فهون شو بهالحالة بده يصير؟ بده تصير يعني بده تصير حرقة بالمعدة، يعني تقرحات، يعني دم عم ينزل، فبدنا نوقف نحن هذا الدم، فبدنا نعطي شيء يعاكس حموضة المعدة مثل مثلاً نعطي البازموت، نعطي الإمبرازول، النكسيبرازول. طبعاً هاي أسماء طبعاً كلها أسماء علمية، في عند الأطفال إلى أسماء تانية ممكن نحن نحسب الجرعة. فالصادات بيكون نوعين أو ثلاثة حسب الحالة، حسب إذا كانت معندة أو لا، ونعيد التحليل بعد شهر من إيقاف العلاج لنتأكد. يعني جرثومة المعدة علاجها يعني 14 يوم، وأكثر من نوع صاد ممكن حتى نشاركهم. أما تروحي على الصيدلي يعطيكي أدوية أثناء فترة العلاج كمان ممكن تأذي المعدة وتنزفها بالعكس، فمشان ما يصير تخبيص. اوكي، آلية العلاج هون ترتبط ايضا مع حميه غذائيه. طبعا الحميه والتعليمات. شلون التعليمات؟ اللي حكينا عنه انه التعقيم ثم التعقيم ثم التعقيم. اكل بده يكون صحي، مطبوخ صح، معقم صح، ما ناكل برا البيت. اكلات الاطفال هي اللي فيها شبس، اللي فيها بهارات، كلها شو بتعمل؟ بتزيد من حموضه المعده، فبتزيد من الحرقه. الاكلات اللي فيها حد، اللي فيها بهارات، اللي فيها الشبس، اللي فيها المقالي، اللي فيها الدخان. اذا مثلا بتقول لي اطفال ما حد دخن، بس نحن عم نشممهم دخان، فعم نزيد من قرحه المعده. مثل ما قلت لك قص الاظافر عند الاطفال. الادويه، في ادويه بتزود جرثومه المعده، بتزود الحاله. مثلا في امهات ممكن تعطي الاطفال ماده الفولترين او الدكلون، وهو بالاساس عنده قرحه بالمعده، فهون بهالحاله هو ممكن ينزف. مشتقات البروفين، فابني عليت حرارته فجأة وكان في معه قرحة بالمعدة ما لنا حاسين فيها، أعطينا البروفين نزفت المعدة بشكل شديد. إمتى بنعرف؟ نحن بنشوف صار في دم، صار في إقياء، صار في إقياء فيه دم، غير إنه صار في دم من الخروج. طبعاً هاي التعليمات. تمام، رح ناخذ اتصال معنا. همسة، يسعد صباحك همسة. يسعد صباحك دكتور. تفضلي الدكتور عم يسمعك. يسعد صباحك دكتور، يعطيكم العافية. الله يعافيك. دكتور، ابني عمره سنة وشهرين، عم يطلع يعني 5-6 مرات بالنهار. أخذته على دكتور، عملت له تحليل براز، طلع معه فطور بالمعدة. أعطيته 6 أيام متروكسازيد وميكوستاتين، بس ما استفاد. يعني بفيق الصبح بدون ما ياكل بعمالة قوي. تعديلنا اسم الدواء بس. ميكوستاتين. 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 تمام. وميتروكسازيد. مع فلاجيل. ما استفاد في الايام. وما بعرف اعطاني الدكتور ظروفي بتنحل هيك ب 10 سم مي كل يوم ظرف. هو الحالة اسهال. قال لي عدلوا اياها. اسهال 3-4 مرات، وعمره سنة وشهرين. مو اسهال لا. تمام. احيانا بيكون كمان لون البراز غامق. اسود. هلا هون بهالحالة المفروض نحن ما نعطي أي أدوية نهائياً. هاي الحالة هي حالة جدا بسيطة، بنسميه نقص بالبكتيريا النافعة. الظروف لحالها كافية. إذا بدك تعطي الميكوستاتين أو المترونيدازول بالعكس حتزودي الإسهال، لأنه شرط المترونيدازول لما نعطيه بده يكون إسهال مائي حصرا. إسهال مائي ما ممكن الفطريات تكون سبب لحتى ممكن تعمل. الفطريات تعمل، بس هاي الفطريات أحيانا بتكون زائد واحد، وبكل تحليل براز ممكن تطلع. تماما. ما هو الفطريات دائما دكتور بتغش أي أم. تمام. فبهي الحالة الحمية مع ظروف الخمائر اللي هي كافية. البروتكسين كافية. أي أدوية تانية رح تزود كمية الإسهال. تمام. مباشرة بتساوي حمية خفيفة. ممكن كمان إنه نعمل تحليل بول، لأنه أحيانا بيكون في إنتان بولي مرافق هو اللي عم يعمل هذا الاسهال. تمام. فبقى لها الحاله حميه بسيطه، وممنوع استخدام الصادات. يعني توقف الادويه. بتوقف الادويه نهائيا، بتضل على ظروف الاملاح مع حميه بسيطه لحاله بوقف الاسهال. بدنا نشوف اذا الوزن عم يزيد ولا عم ينقص. تمام. بدنا نشوف اذا في حراره، لانه هي ما ذكرت باقي الاعراض. صح. تمام. بدنا نشوف اذا الفطريات كانت بتتم ولا لا. اوكي. طيب حناخذ كمان معنا يارا. اتصال جديد. صباح الخير يارا. يارا. صباح الخير. يسعد صباحك. كيفك دكتور؟ اهلا وسهلا يا اهلين. تفضل.
تفضلي يارا سؤالك. بس في اختي كان معها جرثومه بالمعده. اوكي تمام. عملت لها تنظير وبس ما حدا يعني هي كثير ما تعاني منها. ايه شو السؤال؟ بس انه شو بدها تساوي؟ هو بعد التنظير شو صار؟ يعني انت قلتي انه صار شو طلعت ايجابي بعد التنظير ولا سلبي؟ تشخصت الجرثومة يعني في جرثومة ما حدا تشخص ما حدا قال لنا شيء عنها. يعني عملتوا التنظير وما حدا حكى شيء؟ لا كيف عرفت انه جرثومة المعدة؟ اذا ما طلعت ايجابية او سلبية هي عندها ألم بطن بعرف يعني؟ قال. طب يا ريت تحكي لنا عندها ألم بالبطن تماما. توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من السماعة، لا تستني التلفزيون يعطيكي لأنه بده يطول ليعطيكي الرد. قد ايه قالت عمرها؟ اوكي راح الاتصال راحت. هلا يمكن هي عم تعاني، يمكن هي طفلة عم تعاني من ألم بطني، عملوا لها تنظير وطلعت جرثومة المعدة إيجابي، بدها تسأل إنه كيف آلية العلاج مثل ما قلنا بالصادات والحمية. صحيح. وهي بس مو طبعا مثل ما قال الدكتور العلاج هو مو بساط حيوي، في اجتماع كذا من صاد أكثر من صاد، لأنه هي بتكون الجرثومة صار لها فترة نشطت وتعششت وظبطت وعملت مشاكل، ونحن بنخاف من المضاعفات تبعها. مثل ما قلت لك ممكن تكون نازفة، ممكن بحالات نادرة تتحول لكانسر بالمعدة. تمام. بحالات إذا ما عالجناها بتصير بطانة المعدة كلها دم وكلها هذا تقرحات، فبتلاقي ممكن تعمل كانسر بالمعدة وممكن تكون قاتلة بصراحة. يعني دكتور ما ضل غير نتشكرك، نتشكر وجودك معنا. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك.